يعني بنلعب في دوري، بنلعب في بطولة أفريقيا، في الكونفدرالية، ماتشات هنقول متعاقبة يعني كل يومين أو ثلاثة. فتركيزنا دايما بتبقى على المباراة اللي جاية. طبعا احنا لسه لاعبين أول امبارح وما قدرناش نجمع الفرقة امبارح كلها طبعا في تمرين واحد. النهاردة إن شاء الله نشوف هنلعب إزاي. لكن الحمد لله يعني عندنا الإصابات كلها، ما فيش غير فاقد دلوقتي، كل لعيبة موجودة معانا. بعض الإرهاق طبعا بيصيب اللعيبة حاليا أو اللعيبة اللي بتلعب على طول، يعني بنحاول نريحهم برضه قدر الإمكان. لكن نظرا لأهمية المباراة أعتقد إن احنا بنلاعب فرقة ليها اسم كبير، فرقة يعني متعودة إنها تلعب في البطولات الكبيرة. وموقف الفريقين الى حد كبير يعني موقفنا ان احنا عايزين نكسب النهارده المباراه عندنا، بكره ان شاء الله المباراه عندنا، وصفاقس خسران من اهلي طرابلس، فهتبقى فرصه لينا ان احنا ان شاء الله نحاول نخلي المباريات الثلاثه اللي بعد كده سهلين ان شاء الله، او اقل صعوبه يعني، او هيبقى فرص اكبر، فان شاء الله نحاول نكسب ان شاء الله. وفي نفس الوقت الصفاقس فرقه مش سهله، فرقه كبيره، واعتقد مش هتبقى مستعجله كتير انها يعني يبقى عليها ضغط كبير، خصوصا ان احنا هنروح بعد كده. لكن استعدادنا بالنسبه للمباراه جيد يعني ان شاء الله. والله هو سؤال مهم جدا، لكن هقول لك شويه حاجات من وجهه نظري منها. طبعا ان ربنا كرمنا لأننا نكسب بعض المباريات المتتالية سواء في الكونفدرالية أو في الدوري. إحساس اللعيبة عرفونا يعني، عرفوا الجهاز الفني حاليا، عرفوا الطريقة اللي احنا ماشيين بيها. فدي حاجة جاية، دي من وجهة نظري إنها حاجة مهمة جدا. الحاجة التانية إن عندنا لعيبة كبار عندهم خبرة كبيرة جدا، فهم عارفين احنا بنتكلم معاهم، عارفين ان دي حاجه مهمه ليهم جدا، لان هم عدت عليهم قبل كده بطولات، سواء هم لعبوا في بطولات كبيره مع المنتخبات او مع الانديه وكسبوها، وبرضه ضاعت عليهم بعض السنين اللي هنا من ناحيه انهم كانوا فرقه مميزه جدا وبعدين ما قدروش يعملوا حاجه، ودي سنه بتضيع، ودي اللي احنا بنتكلم فيه. فده اللي بنتكلم فيه، هما يعني كلهم مركزين ودي حاجه جيده. ثاني حاجه ان احنا عندنا اجهاد، لكن عندنا الحمد لله عدد من اللعيبه ما يقلناش، لو غير الاربع خمس لعيبه كل مباراه، وخصوصا المباريات كلها يومين او ثلاثه، فاللي هيلعب النهارده وهيلعب الاسبوع الجاي هيعتبر انه ما عادش يريح، يعني هو ماتش في وسط الاسبوع بعد يومين او ثلاثه. فدي برضه مساعدانا شويه، يعني هي ضغط علينا في ذهنيا زي انت بتقول، لكن مساعدانا شويه. عشان كده احنا ما بنفكرش في بطوله معينه، احنا بنفكر في المباراه اللي جايه. المباراه اللي جايه دي ان احنا بنحاول نكسب، ما بنفكرش حتى في جدول الدوري او جدول الكونفدراليه. ودي عادتي انا اصلا، لكن اللعيبه دلوقتي اتعودت على الكلام ده، لان عشان نفكر في الكلام ده محتاجين نلعب كمان 20 مباراه ونشوف احنا فين، وساعتها يبقى في بعض الحسابات للمباراة. دلوقتي ما فيش حساب، يعني احنا بنحاول نكسب ان شاء الله، لكن طبعا طريقة اللعب بتختلف من المباراة الأخرى، لكن الهدف بيبقى واحد يعني.